السلام عليكم، معكم فورسامو ومرحبا بكم فيديو جديد. المهم الدراري فهاد هذيك الدراري عاوتاني سوري المهم فهاد الفيديو واش ما بقيتش غادي نقول من الان فصاعدا الدراري. علاش؟ لاقاش ابارامون لو كيجو عندي شي دريات في الكومنتيرات كيقول لك واي كتقول غير الدراري، كل حتى الدريات حنا كنتفرجوا بي خوكم. هذا شمكان تنقص دار المهم الدراري، البز اللي واقع هاد الايامات في المغرب اللي هو دار شوافه. الناس اللي ما عارفينش هاد البلان ديال دار شوافه، هاد الناس هادو ديما ما عارفين والو، يعني ما تخشين في شي غار ولا في شي كهف، ديما ما عارفينش. ما علينا، غادي نقول لكم شنو وقع. واحد دار شوافه كانت في واحد الحي اللي واقعنا كنظن كاين في كازا. كانت واحد الدار شوافه اللي كيجيو لها بزاف ديال البنادم، وبسبب هاد الدار شوافه وقعوا بزاف ديال المصايب لداك الحي، لدرجه ان ناض واحد من سكان الحي وبركي فيلمي وكيصور كاع دوك المراوات اللي كانوا كيدخلوا عند الدار شوافه، يعني شوههم بالبيان. وانا بالنسبه ليا يستحقونيش ويستحقوا ما كثر. لحقاش تخيل معايا واحد يكون كيعيش حياته ما عليه ما بيه، تجي شي مراه شي مسطيه شي نقول لكم شي اميه شي مكلخه تم غادا تساحر عليه ولا دايره ليه شي حاجه تخرج على حياته على مستقبله على كل شيء. والله ما علينا، حنايا اليوم ما غاديش ندخلوا ريوسنا في هذا الشيء. اليوم غادي نشوفوا لي ترول اللي داروا على دار شوافه وبسبب المغاربه، حيت اسم مهربانين الدراري. والله حتى المغاربه عالم بالله، يعني تخيلوا معايا داروا شي ترولات اللي الهربه. اليوم غادي نشوفوا هاد الترولات وغادي نبحثوا عليهم في فيسبوك. باقي انا لحد الان مازال ما شفتهمش كاملين، يعني غادي يلا غادي نقلب معاكم. المهم دابا كنمشيو نطبيو اش نقول لهم دار شوافه. احنا نشوفوا دابا كنمشيو نشوفوا بوست، يعني عرفتي احسن لي ترول اللي داروا هي اللعيبه ديال دار شوافه لصقوا في لابواطا ميرفي. ناري يا صاحبي والله كيذكروني بيامات السيزيام. الله يتا الهرب بالله. اي عاوتاني دار شوافه في لابواطا ميرفي، يعني الا ما كنتيش عارف دار شوافه في لابواطا ميرفي عصير لوح الحياه ديالك. والله تخيلوا معايا المغاربه والله تمسطين. شو التصويره هادي؟ بنادم قاس كيتصور، يعني شوف انا وصلت دار شوافه. ما علينا، كيبان لي انا الترولات ديال دار شوافه نقاردو، كنبغي نجي نصور انا شي فيديو وداكشي كيدير. ما علينا، نشوفوا ترول اخر اللي تا هو اللي هربني بزاف، اللي ديال هذا قال لك اسيدي ملي كتفيق وكتبدل وكتفطر قبل ما يصوني لالارم كي كتحس. ناري الدراري تخيلوا معايا غير هاد الصوت ديال هاد الميوزيك هادي كيجيب لي القشعريرة. تخيلوا معايا هاد الالارم هادي كنت كنفيق فيها فاش كنت في التاسع، يعني فقت فيها فاش كان عندي الموحد وفاش كان عندي الجهاوي وفاش كان عندي الوطني، يعني كنسمع هاد الالارم كتجيني تبوريشة عجيب. كيف طالع ناري والله يسهل عارف اصاحبي بالله. ملي كتكون كتاكل ما كتقولش بسم الله، وكتفطر وكتفكر وكتقول بسم الله اولا واخيرا. الشيطان كيتصدم. والله حتى انا كنعز بهاد انا والله حتى كنفكر بحال ما قلت هذا خونا عالم. والله ناري على الترول، هاد الترول والله حتى الهرب عرفتي النهار اللي شفتو راه بكيت من الضحك. تخيل I will go to hell for this. انا والله تديما في الصيف وفي رمضان والجو مفرقع بالصيد ومغطينا بمانطا، يعني ما يمكنش نعس بلا مانطا. وترول يا شو هذا اسامة رمزي اكن دايز ماشي شي حاجه ولادين وهز معاك فروج اكنتيز خارج مع وقال هذاك اللي حداك الزار ولا مع شنو هز مع فروج اكنتيز. المهم الدراري واحد الحاجه اخرى اسمحوا لي بغيت نقول. المهم اخوتي وخواتاتي هادي زوينه ولكن كيمشي خواتاتي بابا تكونوا خواتاتي علاش تكونوا انا غوت تا والله ما تنساوش الدراري ديروا لايك فيديو تابوناو في لاشين. شكرا لكم دابا بيس.